هذه هي العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع الذي جاء لحل مشكلة ظلت مستعصية في القاهرة الكبرى، وهي الزحام والتكدس الذي كان يصل في أحيان كثيرة لشل العاصمة. فكان لابد من امتداد عمراني جديد تتنفس مصر من خلاله، وهو ليس المشروع الوحيد، فالعمل يجري فيه بالتزامن مع إنشاء مدن جديدة بمختلف المحافظات تخرج بالبلاد من العيش حول الرقعة الضيقة وتتوسع لتضمن للأجيال المقبلة أماكن أرحب في امتدادات أفقية تسهل حياة الناس. كان الخروج من الوادي الضيق هو استراتيجية الدولة المصرية لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير أماكن عيش ملائمة ببنية تحتية جديدة لملايين المواطنين وللأجيال المقبلة. العاصمة الإدارية الجديدة هي مخططة إنها تكون وتستوعب نمو وتقدم مصر لـ200 سنة قدام. كما كان التوسع لاستيعاب نمو السكان ملفا مصيريا للدولة المصرية، كان تطوير البنية التحتية مشروعا لا يقل أهمية. فالبنية التحتية أساس نهضة أي دولة، وبدونها لا يوجد اقتصاد قادر على المنافسة ولا حياة ملائمة للناس. كانت العاصمة الإدارية الجديدة إذن جزءا من استراتيجية شاملة لنهضة الدولة المصرية، وإن كانت العاصمة الإدارية الجديدة هي أضخم المشروعات التي تجري في مصر حاليا على مساحة تصل إلى أكثر من 160 ألف فدان. لكن من أين يأتي تمويل العاصمة وغيرها من المدن الجديدة؟ تقوم الدولة المصرية باتباع استراتيجية تتمثل في تنفيذ مشروعات بنية تحتية بطول مصر وعرضها. هذه المشروعات لا تهدف لرفع جودة الحياة في البلاد وجعلها جاذبة للاقتصاد فقط، بل تحيي مناطق كانت مهجورة وترفع من سعر أراض كانت بلا قيمة. فحين تشق الطرق وتصل الخدمات من مياه وكهرباء وغاز طبيعي إلى تلك المناطق البعيدة، تصبح تلك الأراضي صالحة للسكن، وبالتالي تباع للمستثمرين لبناء مدن جديدة تحقق رؤية مصر في التوسع، وتستفيد الحكومة من تلك الأموال في تنفيذ المزيد من المشروعات. بالتالي تلك المدن الجديدة لا تبنى من ميزانية الدولة. الفكرة بسيطة خالص، ان احنا بنحول الاراضي اللي ملهاش قيمة الى اراضي ذات قيمة مرتفعة من خلال تطويرها وطرحناها للبيع. البيع ده هو اللي بناخد الفلوس بتاعته ونعمل بها الشغل. وهذا ينطبق ايضا على العاصمة الادارية الجديدة. هل العاصمة في قرش من الدولة؟ لا لا لا، الكلام ده ينطبق على العالمين وينطبق على مدن اخرى احنا شغالين فيها بالفكره دي. يقوم باداره وتمويل المشروع شركه العاصمه الاداريه الجديده المساهمه، والتي تم انشاؤها براس مال يقدر بستة مليارات جنيه. ويتم تمويل كل هذه المشروعات من خلال الشركة، والتي يعتمد رأس مالها وتنميته على بيع الأراضي للمطورين العقاريين، وبعيدا تماما عن موازنة الدولة، ولكنها تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة. وتعد مسألة التمويل من أكثر القضايا الشائكة، والتي طالها كم كبير من الشائعات، غير أن الحكومة المصرية أوضحت منذ بداية المشروع أن تمويله يأتي بالكامل من خارج موازنة الدولة. فقد نجحت الدولة في خلق قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المشروع، حيث حصلت الشركة على أرض المشروع وهي صحراء، وقامت بإنشاء المرافق العامة بها من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإنارة للشوارع، ووضع نظام للتحكم في المرور والصرف الصحي والكهرباء بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور. ثم تحولت الأرض بعد استكمال خدماتها إلى مصدر للتمويل، لتستخدم الأموال الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، من أجل إقامة مجتمع عمراني بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة. لا يمول من الخزانة العامة. يمول ازاي؟ بتخلق قيمة للأرض، طالما بقى ليها قيمة فتقدري تبيعي، خدت الفلوس رحت مسددة والأرض اللي بعدها تديك فلوس تكملي فالعجلة دارت معك. وبالتالي مشروع العاصمة هو مشروع مربح اقتصاديا، إضافة لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المصريين. تأتي العاصمة الإدارية الجديدة مع غيرها من المدن
التي يتم إنشاؤها بمختلف المحافظات المصرية لتفتح آفاقا جديدة من التوسع في مصر، تخرج بها من الرقعة الجغرافية الضيقة وتضمن حق الأجيال المقبلة في مساحات جديدة صالحة للعيش وفق أعلى المعايير، وتحقق في المجمل نهضة شاملة كانت مصر في أمس الحاجة إليها. إذا كنتوا عايزين تعملوا دولة ذات شأن زي ما بتشوفوا في الدول المتقدمة، البلاد بتقعد تبني وتعمر في نفسها عشان تاخد مكانها وسط الأمم.